نعم. فلهذا أقول أيها الأحبة الكرام، مثل هذه الرؤى حقيقة أجمل الرؤى في المتوفي أنه يضحك. خذوها عني، أن إذا رأيت الميت ضحك فهو مرتاح في قبره، لأن هيئات الميت في الغالب أنها حق وصدق، فبالتالي يفرح الإنسان خصوصا إذا رأى أحد أقاربه بهذا الوضع المبارك. أيها الأحبة الكرام، نأخذ فقرة، طيب أخوة يقولون عندنا اتصال، نعم تفضل. ألو، بدر تفضل. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ، في واحدة متوفية وهم يدفنونها نزلوا معاها قالب ثلج، وهذا الحلم، وجزاك الله خير. طيب خير إن شاء الله. رؤية الثلج للمتوفي أيضا هو يدل على قضاء دينها مثلا وراحتها في قبرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بدعاء اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد، فهو إن شاء الله كفارة لها وصدقات لها إن شاء الله كما قال عليه الصلاة والسلام، أو صدقة جارية، وربما دعوات صالحة كما قال عليه الصلاة والسلام، أو ولد صالح يدعو له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أم عبد الكريم. ألو، تفضلي. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. خليك. الله يعافيك. سلمك. الله يعافيك شيخ. أنا حلمت، هاي صار لي شذي فترة، كني قاعدة مسجد. مسجد كبير كبير وفي ناس وايد يعني، بس أنا يوم التفت الجهة اليسرى. نعم. ولا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يمي يوم أطالع ولا يمي أبو بكر الصديق. يمي كان أقوم أطلع بس بروحي، يوم طلعت برا ولا يا شيخ كنا جنة أنهار ولا كنا السماء طامن، السماء يعني فوق راسي أزرق صافي، ولا أختي يمي أختي وأختي الثانية وعيالنا كلهن عيالنا هم، ونهار وزرع ورود يعني جنة جنة ما شاء الله. وبعدين يوم أختي واقفة حسي أشوفها ولا من السماء من السماء نزلوا عليها ملابس، لبسوها بدلة حلوة حلوة، وهي وعيالها بنتها وولدها من السماء، وحنا وأنا وخواتي هم قاعدين وياها، وأنا طالع أقول شنو هذا شنو هذا، والماي بحر بحر بحر. هذا أول حلم شيخ، الله يخليك في حلم ثاني. والثاني كنا بالسماء، السماء ثلاث ساعات ثلاث ساعات. واحد كان يقول شوفي شوفي، واحدة هذه ساعة عمر بن الخطاب. واحدة ساعة أبو بكر الصديق. واحدة هذا واحد بيموت. هاي ثالث اثنين. والثالث آخر شيء الله يخليك. كنا أنا واقفة كان أقول هذا شنو، مو مكان كنا بر بر مثل البر، كان أقول هذا شنو، كان يقول أنت ما عرفتي، قلت لا والله أنا ما عرفته، كان يقول هذا بيبان ثلاثة بيبان. كان يقول هذا صاحب الزمان، وهذا الباب الزبير ابن العوام، وهذا الثالث ما كلمني شيخ. تطلع لي واحدة لابسة كلها أبيض وأخضر، كلها أبيض أبيض حيل وأخضر يعني حلوة حلوة، وعليها طيور على شتوفها شيخ، بيض كبار حلوين مثل اللؤلؤ حلوين. أنا كني قاعدة كانت تقوم يطيرا من شتوفة ويحطن على ريولي اثنين، ويقعدن يأكلن بحضني يأكلن. وبعد والغرفة خير إن شاء الله. بارك الله فيك، واضح الله يسلم. ايه ايه تفضل. يا من لو يا حيل ابو عبد الله. ايمان، ايمان من فرنسا، تفضلي ايمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بدي منك اولا يا شيخ تعذرني عني اني لا اجيد الكلام باللغة العربية جيدا. اريد فقط ان تفسر لي حلم يراودني منذ مدة. صار لي مدة احلم بالبحر الهائج بالامواج العالية جدا، احلم اني ادخل للبحر واخرج منه لكن لا يصيبني اي ضرر، مع العلم ان الامواج هائجة جدا ومخيفة في المنام. والحلم الذي أثر فيه كثيرا حلمته بليلة الأمس، وبالحقيقة أنا لدي منزل يتكون من طابقين،
في المنام رأيت نفسي أني في منزلي في الطابق العلوي. نعم. كنت أشاهد من النافذة ما فيه لا بحر ولا أي شيء، شاهدت من النافذة أنه فيه موجة عالية جدا مخيفة وكأنها انصدمت بالطابق السفلي للبيت، لكن بعد ذلك لا أتذكر أي شيء، لا أتذكر إن تضررنا أو طيب. المهم أنه الأمواج العالية دائما تتكرر في المنام وتسبب لي يعني خوف شديد. هذا هو المنام. خير إن شاء الله، خير. حيا إن شاء الله أخت إيمان. طيب طيب، ناخذ اخر اتصال. ايه ام طلال، تفضلي ام طلال. ام طلال تفضلي. الو، السلام عليكم شيخ. السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك ويسلمك. يا شيخ، انا حلمت اني قاعده مع خواتي ثنتين بس ماني مركزه منه، واطالع فوق بالسماء ولا غيوم. كل غيمه فيها نفس الشجر شوي، واقول حق خواتي شوفوا شوفوا ما شاء الله كل غيمه فيها شجر شوي، ولا ينزل انواع الطيور والاسماك كلها تحت تحت، طبت من فوق ليه تحت مع ماي نفس البحر، وطالع واقول ما شاء الله شنو هذا. وركضت اقول حق اخواني يعني من ذهله من المنظر صراحه، وبس وانتهى. الله يعطيك العافيه. حياك الله. طيب الان بس ناخذ ان شاء الله فاصل قصير، نشاهد ارقام البرنامج ان شاء الله، ثم بعد ذلك نفسر هذه الرؤى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. حياكم الله أيها الحبة الكرام. الأخت أم عبد الله أظن أنها رأت بعض الرؤى، منها رؤية المسجد. المسجد فسر بالتوحيد، قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ربما فسر بالموعظة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال إن أعظم المصائب موتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رؤية أبو بكر أو قبر أبو بكر ربما يفسر أيضا بالصدق كما قال تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار. أما بالنسبة للأنهار والسماء ربما تفسر بالخير الكثير، قال سبحانه وتعالى تجري من تحتها الأنهار، والسماء إنما هي أرزاق، قال سبحانه وتعالى في السماء رزقكم وما توعدون. أما رؤية الأخت وثياب نزلت من السماء لها ولأبنائها، هذا خير كثير، قال سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. أيضا الساعات في المنام ربما تفسر بالحياة، تفسر بالذرية والأحفاد، ذكر عمر وأبو بكر ربما يفسر بولدين صالحين إن شاء الله. أيضا الأبواب في المنام والزبير بن العوام ربما يفسر بالقوة والنصر وفتح أبواب الخير، قال سبحانه وتعالى وفتحت لهم الأبواب. المرأة واللبس الأخضر والطيور، هذا كله أيضا داخل في باب الأرزاق كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا حلوة خضرة، ويدخل أيضا في قضية الذرية والعلم عند الله. الأخت إيمان أيضا يعني رؤيتك أخت إيمان، نحن تكلمنا وقلنا من شروط البرنامج الرؤى المبشرة، أما الرؤى التي فيها نوع من الخوف ونحو ذلك، أنا أقول أن خلاصة ما تكلمتي إذا لم يصيبك أذى في المنام فأنت إن شاء الله موفقة، وقد يكتب الله تبارك وتعالى لك الفرج كما قال تبارك وتعالى عن يونس عليه الصلاة والسلام فاستجبنا له فنجيناه من الغم، والعلم عند الله. أما الأخت أيضا الأخيرة تكلمت عن منزل وطابق العلوي، ربما فسر بالرفعة، قال سبحانه وتعالى ورفعناه مكانا عليا، أو عفوا تكلمت عن أخواتها والسماء والغيم والأشجار والطيور والأسماك، هذه العلامات كلها في باب الخير يعني في باب الذرية. مثلا الغيم نصر كما قال عليه الصلاة والسلام ومجري السحاب، الشجر أيضا ذرية كما قال عليه الصلاة والسلام عن النخلة بأنك المسلم، الطيور ذرية أيضا وأعمال صالحة، الأسماك رزق حلال طيب، قال سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر. إذا قال الإنسان ما شاء الله في الغالب ما يدل على توفيقه، قال سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله،
والعلم عند الله تبارك وتعالى.